ولما حفظنا التعديلات راح ننتقل إلى زر الأصدقاء، دعوة مدرس، هني كتابة الإيميل، مثلاً أكتب إيميل زميلتي اللي أبيها تنضاف عندي، وراح أحط الدعوة وراح توصل لها الدعوة عن طريق الإيميل. والحين راح ننتقل حق خانة جدولي. عند فتح جدولي سوف يظهر الجدول ومواعيد الاختبارات وتسليم الواجبات، وتوجد في الأعلى شاشة وتوجد في أعلى الشاشة ألوان مختلفة، فمثلا اللون البرتقالي واجب، الأزرق امتحان، الأحمر نشاط إلزامي، السماوي نشاط خاص، ونشاط اختياري. وعند الضغط على أي خانة سواء واجبات أو امتحانات سوف يقوم الموقع بنقلي فورا على الواجب المحدد في هذا اليوم في التواريخ اللي هني، وممكن مشاهدة من قام بالتعليق أو من قام بالتسليم. والحين لما انتهينا من الصفحة الرئيسية راح ننتقل إلى خانة المواد. عند الضغط على المواد سوف يظهر لي خيارين، إنشاء مادة أو انضمام إلى مادة. خيار الانضمام إلى المادة راح يظهر لي هني رمز الدخول اللي هو رمز الدخول إلى المادة اللي أبي أنضم لها، بعدين أضغط أحط هني الرمز وراح أضغط على متابعة، وبكذي أكون انضميت حق المادة. وعند الضغط على خانة إنشاء مادة هي تختص بالمعلم، يظهر لنا اسم المادة، اسم الصف، والمستوى التعليمي. اسم المادة اللغة العربية، اسم الصف مثلا 3-4، المستوى التعليمي ابتدائي. وهني عندنا خيارين، الأول رسائل الحائط مرتبطة بموافقة المدرس، يعني الموافقة على جعل الطلاب يشاركون بالمجموعة ولنا حرية الاختيار. وعضوية الخيار الثاني عضوية المادة مرتبطة بموافقة المدرس، أي أن الطالب بمجرد حصوله على الرقم السري ينضم للمادة ولنا حرية الاختيار بهالخيارين. وبالنهاية نحط حفظ، وهني نقدر نضيف صف للمادة أو نعدل على المادة. الحين راح ندش على قائمة المادة. أول شيء عندي عندنا عدة خيارات هني. بالبداية راح نبلش بحائط الصف. حائط الصف يختص بالحوار القائم بين المعلم والطالب، يعني هني تتم المناقشة حول موضوع معين، يعني كنا رسائل الواتساب تجمعني مع الطلاب. مثلا هني أكتب وبعدها انشر، يبدون الطلاب يعلقون عليها. ومثل ما قلنا بالسابق ان نقدر نحمل صورة او ناخذ شيء من الملفات الشخصية او نضيف رابط من اليوتيوب. انزين، واذا عندي خبر مهم ابي انبه الطلاب، مثلا راح اكتب اتمنى دراسة المقرر غدا اختبار، راح أحط هالعلامة تصريح وبعدها انشر. ومثل ما تشوفون هني التصريح اختلف عن اللي قبله، صار بلون رمادي. والحين راح ننتقل حق ثاني خانة اللي هي المناقشات. المناقشات شنو استفيد من المناقشات؟ راح ننشئ مناقشة، إنشاء مناقشة. أول شيء العنوان، العنوان مثلا راح نكتب أسباب عدم اهتمام الطلاب في الصلاة. موضوع المناقشة اللي هو يتعلق بالعنوان، الخصوصية أول اختيار اللي هو المادة إن أحطها in public، ولا الاختيار الثاني أختار صف معين أبي. راح أحط المادة بعدين حفظ، وهني راح يبين لي
أعداد الطلاب اللي علقوا، وبعدين راح ننتقل حق خانة الواجبات، وهي تختص بما يقدمه المعلم من واجبات للطالب، وإحنا شرحناه بالصفحة الرئيسية، بس هذا يختلف عن الصفحة الرئيسية إن هذا له علاقة بالصف اللي إحنا نحدده. إعطاء واجب مثل ما سوينا بالصفحة الرئيسية، اسم الواجب والشرح وتسليم الواجب إذا يتم تسليمه هني ولا بالصف، والواجب غير مقيم بعلامات أو إنه بدون علامات، والموعد الأخير للتسليم وبعدها حفظ. والحين راح ننتقل حق خانة الامتحانات لإنشاء امتحان. من خلال خانة إنشاء امتحان سوف يظهر لنا قائمة مصغرة. أولاً الاسم، اسم الامتحان، مثلاً راح أكتب امتحان الفترة الأولى، بعدين راح أختار إذا الامتحان له درجات ولا لا، وبعدين موعد التسليم، تاريخ التسليم، والساعة، وتفعيل التعليقات، إذا الطلاب يعلقون ولا لا راح نحط صح على تفعيل التعليقات، وبعدها حفظ. وهذه الصفحة الخاصة بالاختبار. أول شيء راح نضغط على إضافة سؤال، اللي هي تتكون من صح وغلط، اختيار من متعدد، سؤال يتطلب جوابا موجزا أو مقالة يعني علل. راح نضغط على صح وغلط، راح نكتب نص السؤال، مثلا هل الفعل من أركان الجملة الفعلية؟ والاختيار تحت إذا الإجابة صحيحة أو غلط. وهني نشوف النقاط من كم السؤال، وبعدها راح نحط إنشاء سؤال. والحين راح نضيف سؤال من اختيار من متعدد، مثلا ما هي عاصمة الكويت؟ العاصمة، ونقدر نضيف بعد إضافة إجابة، الكويت، وهني الإجابات نحطها على الإجابة الصحيحة، وبعدها نحطها على الكويت، وبعدها نحط إنشاء سؤال. والحين راح نجرب ثالث سؤال اللي هو علل لماذا أصبحت الكعبة ثاني قبلة للمسلمين، وبعدها إنشاء سؤال. وعلى يسار الصفحة عندنا إعدادات الامتحان. أول شيء مجموع العلامات، الامتحان من كم درجة؟ 30، بمعنى أن كل سؤال له 10 درجات، 10 نقاط. وبعدها إعداد النشر، إخفاء الامتحان أو الامتحان الآن أو تحديد موعد الامتحان. المهلة الزمنية إذا تريد اختبارك في وقت معين أو مفتوح، نحدد زمن ووقت الاختبار. إذا نعم راح نحدد كم دقيقة الامتحان، مثلا راح أحط 15 دقيقة. عرض النتائج، إذا حطيت عرض النتائج يعني بمعنى أنه إذا الطالب خلص من الامتحان راح تطلع له نتيجته فورا. وإظهار الخيارات الصحيحة يعني يطلع للطالب الخيارات الصح.
وخلط الأسئلة يعني إذا نبيها عشوائية أو مرتبة، نظام العلامات. وللمعلم هني الأريحية بالاختيار، إذا يبي عادي أو ثلاث إجابات خاطئة تلغي واحد إجابة صحيحة، وأربع درجات خاطئة تلغي إجابة صحيحة. وبعدها رح نحفظ الإعدادات. وهني كما نرى في الصفحة يوجد خانتين، نتائج الامتحان وحائط الامتحان. نتائج الامتحان إنه هني رح يحط لي اسم الطالب مع تاريخ اللي متى أرسله الطالب ونتيجة الطالب نفسه. أما حائط الامتحان هني تتم المناقشة حول الامتحان. والحين راح ننتقل حق سجل العلامات. سجل العلامات هي علامات الطلاب جميعها من واجبات واختبارات. هني اسم الطالب والعلامة من كم، يعني كل طالب وكم خذه بالامتحان. وبعدها عندي خانة الأعضاء، أعضاء المجموعة. هني تبين لنا منو الطلبة اللي منضمين إلى المجموعة. هني المعلم، وهني إذا عندي معلمين ثانين معاي، وهني الطلاب والضيوف. وأخيراً عندي مكتبة الصف. مكتبة الصف نقدر نضيف ملخص أو كتاب إلكتروني للطالب، ونقدر نضيف هالشيء من خلال إضافة ملف جديد هني أو المشاركة من ملفاتي الشخصية، وبعدها رح نضغط تحميل.